السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسمي الله ونصلي على الرسول الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلق اجمعين سيدنا محمد. معانا قد ايه زبده؟ معانا حوالي 100 جرام وكوبايه لبن. هنعمل النهارده هنعمل حلويات تحفه تحفه تحفه. رمضان قرب ولازم نفكر نعمل حلويات يعني غير المعتاده، علشان ايه؟ شهر طويل فكل يوم عايز ايه حاجه حلوه، فلازم نعمل حاجات غير المعتاده. فهعمل لكم حلويات النهارده بقى تحفه، جميله جميله بصراحه. ما تجربوها بقى يعني، ما اقولكوش على حلاوتها. هنحط بقى اللبن والزبده دي على النار ونسيحها الاول، وبعد ما نسيحها تسيبها تبرد، لازم نسيبها تبرد. نحطها على النار تسيح الزبده مع اللبن، وبعد كده نسيبها تبرد. وبعد كده معانا 400 جرام دقيق نستبدل نعجن فيها. الدقيق بقى اهو زي ما انا قلت لكم، دول ربع حوالي 400 جرام دقيق، وده سبت يبرد. شايفين الزبده على الوش ازاي؟ علشان انا سيحته فيها وسبت يبرد تماما. وحطينا رشه ملح على الدقيق، على طرف المعلقه ربع معلقه ملح، ونستبدل نعجن الخليط زي ما انتم شايفينه كده. بس يا جماعه بعد ما نسيح الزبده باللبن لازم نسيبها تبرد، ما ينفعش تكون سخن اهو. واحده واحده وهنعجن مع بعضنا. شفتوا حتى الخليط كان الزبده يعني منها بردت، طلعت على وش اللبن، فانا سبتها تبرد خالص. نعجن كويس زي ما انتم شايفين كده. لو جربت الحلويات دي هتعجبك جدا جدا جدا. العجينه يا جماعه بتبقى يابسه، ما بتبقاش طريه، تيجي تاكليها كده تدوب في بقك ذوبان، الطعم تحفه. يا سلام لو تعمليها بزبده بلدي زي ما انا عاملاها كده، لما يكون بزبده بلدي بتبقى طعمها جميل فعلا. واحده واحده مع بعضنا. وعندك هراسه التوم بقى ولا ما عندكيش؟ عايزين نعمل هي حاجه ايه حلوه، هرسه التوم بقى، هنعمل حاجات جميله مع بعضنا. واحده واحده وهوريك. شايفين سمك العجينه شكله ايه؟ هنسيبها حوالي 10 دقايق ترتاح. بعد ما ارتاحت اهي زي ما انتم شايفينها كده، هستبدا اقطعها حتت صغيره. لو عجبكم الفيديو يا جماعه بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، علشان كل ما انزل حاجه ان شاء الله توصل لكم ايه وتشوفوها. شايفين هرسه التوم اللي انتم شايفينها دي؟ هي دي اللي هنعمل بيها الحلويات، بس يكون هرسه من النوع ده يا جماعه، مش من النوع اللي هي مربعه. المربعه هطلع لك العجين اللي فوق، لكن هي المدوره زي ما انتم شايفينها كده. شايفين انا بضغط بس ما اضغطش للاخر، او بسيب شويه عجين كده، علشان ايه؟ انا عايزه ايه اطول الشرايط دي، اطولها، لان لو ضغطت جامد كلها هتنزل وتنقطع. انا عايزه اطول علشان بعد كده ايه هقطعها حته حته زي ما انتم شايفين كده اهو. تقدري تطولي زي ما انت عايزه، بس ما تتكيش للاخر. عايزه تطولي اكتر من كده كمان هتطولي. هنقسمهم على اتنين، مش هنحطهم كلهم في واحده علشان ما تبقاش تخينه. شايفين وافردها كده؟ شايفين الشرايط الجميله دي؟ واقوم عامله كده. شايفين الشكل الجميل؟ شايفين تحفه بصراحه. ولسه بقى ما تتقلي بقى ويتحط في السيرب، شكلها تحفه والطعم جميل والله. انا قلت لكم قبل كده انا بعملش حاجه الا اذا كانت اجربها وهتعجبني اهو. ما بتكاش اخلص العجينه للاخر، لو خلصت العجينه للاخر هتنقطع مني اهو زي ما انتم شايفين. بقسمها على جزئين واحطهم جنب بعض، مش فوق بعض، مش مهم، مبقوش تخان اهو زي ما انتم شايفين. شايفين الجمال؟ شايفين حلاوة؟ اخلص الكمية كلها وارجع لكم. بعد ما خلصت الكمية زي ما انتم شايفين كده، الكمية دي كلها خلصت، هنحط زيت كتير على النار في حلة صغيرة كده، علشان ايه؟ عايزين زيت يكون كتير. شايفين الجمال والحلاوة؟ لو جربتيها تعجبك قوي قوي قوي، بتدوب في البق كده يعني، انت بتاكليها الصوابع الشرايح الرفيعه دي اتمنها رفيعه، ما بتنقلي بقى في الزيت وفيها زبده، فتلاقيها بتتقطم كده، بتفقش منك. فدي اللي مديها جمال وطعم جميل، الزبده طبعا واللبن، من الشرايح رفيعه فبتلاقيها ايه بتفقع كده وانت بتاكليها، فطعمها بصراحه تحفه.
يعني حبيت اوريه لكم. هتعملي الحجم اللي انت عايزاه، عايزه تكبري تصغري براحتك في ايديكي. انا وريت ان هي بتتعمل ازاي، ممكن تصغري وتكبري بقى زي ما انت عايزه. حاطين الحله بتاعتنا على النار فيها زيت ونسيبه يقدح، نسيبيه الزيت يقدح. والنار يا جماعه تكون متوسطه مش عاليه قوي. شايفين النار، انا بوريك النار اهي متوسطه مش عاليه قوي، وانا بقلي في الحله دي علشان الحله تبقى ضيقه فيبقى فيها زيت كتير. النار تبقى متوسطه، ما تعليش النار قوي. طبعا يا جماعه احنا مجهزين السيرب تقيل، السيرب بتاع الحلويات دي يكون تقيل مش خفيف. شايفين بقى الجمال ارتفعت وشكلها بقى جميل، لسه هتشوفوا دلوقتي لما تبقى لونها ذهبي الجميل بقى هتبقى شكلها بصراحه عجبني قوي، شكلها تحفه. طبعا احنا رمضان جاي بقى وكل يوم في حلويات بتتعمل، فلازم ايه نبتكر في الحلويات بتاعتنا. يعني احنا عارفين مش هيبقى كل يوم يعني قطايف وكنافه، يعني كل يوم قطايف من الحلويات المعتاده عليها في رمضان، لازم نجدد ونعمل حاجات جديده. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات، هتعجبكم بصراحه قوي لو جربتوها زي ما انا قلت لكم كده. خلي لونها ذهبي ما تحمرهاش قوي، يا دوبك لونها ذهبي كده وتشيليها. مش كلهم مع بعضهم علشان كده في احمر وفي لسه محمر، يعني ايه حاطه في الاول وبعد كده استنيت وحطيت تاني، فعلشان كده في احمر وفي لسه محمرش. لازم ايه نديها حقها تحمر يبقى لونها ذهبي. بس ايه رايكم بقى في شكلها؟ مش تحفه؟ شكلها تحفه بصراحه. هنبدأ نشيلها يا جماعة بقى دلوقتي، لما تيجي تحطيها في السيرب حطيها في مصفى يكون واسع علشان السيرب الزيادة بتاعها ينزل في طبق، تحطي طبق تحت المصفى الواسع كده ينزل. ما انا شايفين لونها جميل ازاي اهو، ده السيرب التقيل اللي بقولكوا عليه. شايفين جمالها وشكلها عامل ازاي، تطلع على طول في السيرب. وبعد كده ما تطلعيها من السيرب تجيبي مصفى واسعة وتحطيها فيه علشان السيرب الزيادة ينزل في طبق تاني برضو تحتها مش هيرتمي يعني. شايفين الجمال والحلاوة؟ هنحط برضو مرة كمان. بعد كده نروح للطبق اللي احنا خلصنا الكمية بقى كده، وريكم الكمية عملناها بقى مع بعضنا. شايفين الحلاوة والمنظر الجميل، لازمكم متسهلش منكم لايك المنظر الجميل والتحفه ده. اكسر لكم واحده دلوقتي اوريكم ان هي قد ايه بتدوب، بتتفقش بتتكي على كده تدوب علشان الشرايح رفيعه بتاعتها وعلشان الزبده اللي فيها واللبن. شايفه شكلها ايه؟ تحفه، شكلها جميل، يمكن الصوره حتى ظلمها. شايفين تك عليها بتعمل ازاي؟ تفقش خالص دايبه دوب. شايفين الجمال والحلاوه؟ تستاهل منكم لايك. فين اللايك بقى بتاعي؟ اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان كل ما انزل حاجه توصلكم ان شاء الله. انا هدوق بقى، انا بدوق قدامكم علشان ايه انا شهادتي مجروحه، بس الطعم بصراحه تحفه. شايفين؟ تعالوا اتفضلوا معانا. انا بوريكم قد ايه ان هي بتفقش اول ما تتكي عليه كده بتدوب. شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين شكلها جميل ازاي؟
شكلها بصراحة يشرف، تعمليها حلويات رمضان تحفة. يا رب الفيديو ينال اعجابكم ان شاء الله. لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.